في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أبرمت شركة الاستثمارات البترولية الدولية أيباك اليوم الاثنين شراكة جديدة مع الاتحاد الإماراتي للمصارعة والجودو والكيك بوكسينج. مراسم التوقيع حضرها رئيس الاتحاد الإماراتي للمصارعة والجودو والكيك بوكسينج محمد بن ثعلوب الدرعي. وتشمل الشراكة الجديدة الرعاية الحصرية لبطولة العالم للجودو للشباب التي تستضيفها أبو ظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط أكتوبر المقبل. هذه البطولة ستضاف لبطولة أيباك جراند سلام للجودو التي تقام برعاية الشركة للسنة الثالثة على التوالي في أبو ظبي. طبعا نحن الشراكة مثل ما تكلمنا في المؤتمر الصحفي انها تشمل كل الاتحاد وصار جودو كيك بوكسينج. نحن بتكون عندنا بطولة الخليج ان شاء الله، بتكون عندنا بطولة العالم للشباب، كذلك جراند سلام اللي بتكون ان شاء الله عندنا في أبو ظبي. اكيد نحن وجودنا شراكتنا مع الايبك بتكون فرصه ان حتى نعد منتخباتنا على مستوى العالم، بتكون ان شاء الله تكون جاهزين ان شاء الله نحصل على الذهب. انا اكرر شكري وتقديري لشركه ايبك، نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. اشكر شركه ايبك على دعمها ورعايتها للمنتخب لثلاث سنوات. اكيد نحن الشراكه ان شاء الله بتكون مثمره للطرفين. اكيد نحن ان شاء الله الشراكه هي بتفيد المنتخب، نعد منتخباتنا سواء في الداخل او الخارج على مستوى عالي. لان عندنا ابطال ان شاء الله نتوقع ان شاء الله مثلنا في اولمبياد 2016. كل الشكر والتقدير لايبك. ايبك شركه وطنيه وعالميه، اكيد دائما تدعم المنتخبات الامارات المصارعه والجودو والكيك بوكسينج، كذلك ترعى كل النشاطات اللي في الدوله. كل الشكر والتقدير لهم، واتمنى ان شاء الله دائما منتخبنا ان شاء الله يحقق ان شاء الله نتائج كبيره ومشرفه، وهذا مثل ما عودنا منتخبنا، وتكون ان شاء الله الشراكه فائده للايبك او حتى لمنتخبنا ان شاء الله.